اليوم انا يا هنا تنفيذا لواحد الاعتصام امام المديريه، عفوا امام الاكاديميه الجهويه لسوس مسا. هذا الاعتصام جاء نتيجه للتوقيفات الجائره والغير عادله في حقنا اللي جات كنتيجه او ضدا على الاضرابات اللي دارها الحراك التعليمي اللي درناها احنا كاساتذه من اجل التعليم اولا، ثم من اجل كرامه الاستاذ، ثانيا ضد خصصه ديال التعليم، ضد التفكيك ديال الوظيفه العموميه، ومن اجل انه يكون اوضاع ديال النساء ورجال التعليم بحال افضل. هذه المعركه اللي في السيمانه او الاسبوع اللي حنا قررنا اننا نعلقوا الاضراب، يعني نوقفوا الاضراب ديال اللي كان زمنا على اساس اننا غنرجعوا الاقسام ديالنا، اذ نفاجئ بانه الدوله كتنزل علينا بواحد المجموعه ديال التوقيفات تقريبا تجاوزت 540 توقيف على المستوى الوطني، وفيها مجموعه ديال التهم اللي باطله، الاضراب حق دستوري كيكفوا لنا الدستور، وكاينين الناس اللي وصلت معاهم انه كيتكتب لهم التحريض. واش الاساتذه غادي يحرضوا استاذ؟ واش الاستاذ هو قاصر باش يكون عنده التحريض؟ كاينه مجموعه ديال التهم. الوغ التوقيف ديالي او عفوا اليوم الاعتصام ديالي هو اعتصام ضدا على هاد التوقيفات، اعتصام كذلك ضدا على النظام الاساسي، اعتصام ضدا على الخوصصه ديال التعليم، واعتصام من اجل كل الموقوفين اللي كاينين. يعني قضيتنا عادله، من حقنا ومن حق تلامذتنا انه يلقاو الاساتذه ديالهم في الاقسام ديالهم، لان الان التلامذه ما معوضينش، حنا خصنا نكونوا بلاصتنا هي القسم ديالنا. راه كاين عندنا اقسام اشهاديه، عندنا تلامذ، عندنا مجموعه ديال التلامذ اللي دابا ما كاينش حتى الاستاذ ديالهم. دونك هذا هو الاطار فاش جات الوقفه ديالنا، فاما انه يسحبوا التوقيفات او لا يسرعوا بالمجالس التاديبيه. فاليوم لاننا كنقولوا ان هذيك التوقيفات هي غير عادله، ما احترمتش المساطر، ما احترمت حتى شي حاجه، وكنقولوا انها يجب السحب ديالها بشكل نهائي بدون ان تستثني اي احد من الموقوفين. لهذا قررت انني نعتصم اليوم، وكان هذا الاعتصام راه كاين في مجموعه ديال، كان كذلك بالموازات كاين في مجموعه ديال المناطق بحال بوعرفه، كان في بوعرفه، كان في جديده، كان في مناطق معينه او في مديريات دار فيها نفس الاعتصام، ونفس الخطوه انا ترجمتها على مستوى مديريات على مستوى اكاديميه سوس مسا درعا. هذا هو السياق العام اللي جا فيه التوقيف ديالي. تلقيته انا بالنسبه لي بصدر الرحب، انا تلقيته بالزغاريت لانها نسميوها واش ضريبه نضال ولا، لانه معركه بهذاك الحجم جبنا مكاسب حقيقه، ماشي هو كل شيء داكشي اللي طمحنا ليه، ولكن كاينه مكاسب مهمه نفذها او اللي جابها الحراك التعليمي. ما غاديش نقولوا لا راه ما كاينش، لا كاين ياك، حنا باقي نطمح الى اكثر من ذلك، نطمح الى اكثر من ذلك، ولكن فاش وقفنا راه وقفنا حنا المعركه، ماشي التوقيفات، لان التوقيفات كانوا مجموعه ديال الاساتذه تم توقيفهم على مستوى شهر نوفمبر، في شهر 11 راه كانت توقيفات، واش هل ارجعت الاساتذه؟ لم ترجعهم. اذا حنا اللي الناس وصل عندنا الاستعداد اننا نوقفوا المعركه، وقفات ما عندهاش علاقه بالتوقيفات، ومن بعد منها كان هذوك الايام اللي جات راه كانت تضامنيه مع هذه العمليه ديال التوقيف، هذاك الشيء التوقيف هو اللي خلانا نزيدوا اضرابات اخرى، وكانت مسيره ديال الشموع، كان واحد التضامن كبير ديال الاساتذه مع 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 سميتو. دابا راه الاساتذه كتشوفهم منهمكين في الاقسام باش يحاولوا ما امكن انه ينقذوا ان الدوره الاولى ويستدركوا ما ضاع. اما اللي كتخرج على المطالب، وما اللي كتخرج على الكرامه، من اجل الكرامه، هاد الامور ديال ان ممكن نفقد الشغل، ممكن نفقد، عادي جدا ممكن نفقد، وممكن تعتقل، ممكن يوقع اي حاجه، ولكن ما دمت اؤمن بان قضيتي عادله، عداله قضيتي، عداله قضيه انني كندافع على بصح على موقعي كرجل تعليم او كامراه تعليم، وكندافع على موقع ديال التعليم العمومي، وكندافع على مجموعه ديال القضايا اللي كنشوفها انا عادله، طبيعي جدا انا غتكون عندي نقدر نادي الضريبه. الخوف كنا خايفين غادي نرجعوا، راه النظام الاساسي هو اللي خرجنا نديروا الاضرابات، اما الاساتذه تراكم علينا الذل لسنوات، راه يمكن اكثر قطاع هزاله ديال الاجور ديالو هو التعليم، كتدخل بالاجازه وكتخلص بحال ما عرفت باش داخل، بشي قطاعات اخرين راه ما كيتوازاوش،
اللي داخل بالباك في قطاعات اخرين راه ما كيتخلص اكثر من هذاك الاستاذ اللي داخل بالاجازه. وكان واحد الضرب صارخ وهذا كنتسائلوا لماذا علاش بالضبط الناس نساء ورجال التعليم حطيتهم في واحد الوضعيه مهينه جدا ماديا وغيرها ما كتضمن ليش الكرامه. وماشي هذا هو الحادي، هذا الشيء راه سنين ولكن ما وقفش الاساتذه. اللي وقفهم هو هذا النظام الاساسي اللي خرجك انت من نظام الوظيفه العموميه، اللي كذلك خرجك من بصيغه او باخرى يهدف في جوهره الى خصوصه ديال التعليم. وملي كنقولوا خصوصه التعليم راه ماشي ديال الخصوصي، لا، راه المدرسه العموميه في حد ذاتها يتم الاجهاز عليها عبر جعل انه ما سمي بلا تمركز والجهويه الموسعه وغيرها كاشكال ممكن نوسعوا فيها النقاش باش نوضحوا ما يرتبط بصندوق النقد الدولي بالبنك وصندوق النقد. كيفاش هذه المؤسسه فرضت على المغرب انه يرفع كمجموعه ديال الخدمات يرفع عليها يديه؟ هذا هو هذا الشيء كله مرتبط ارتباط كبير في بعضياته. يعني الخروج ديالنا بهذا الوعي راه ما جاش هذاك الشيء ما كانش اعتباطا.